يشيل ايده من السياره ياخذها لاسبوع اجار على حسابي. اللي بيشيل ايده من السياره ياخذها، اللي ما بيشيل ايده من السياره ياخذها. يعني حبايبي نور اليوم يعني دافع الفيديو، يعني تخيلوا دافع بكلبه وصايمه ودايخه، بس اليوم حيكون فيديو غير شكل لانه عن جد على فكره اخر واحد بتضل ايده على السياره بياخذها لاسبوع اجار على حسابي. شو بدكم احلى من هيك؟ نور احكي لنا مين معك بفيديو اليوم. مين معي بفيديو؟ بيسان، كندا، جودي، انس، وليد. يا الله جايز، نحن كنا بانس صرنا بانس ووليد. واخر واحد بتضل ايده على السياره حياخذها. بس في مشكله صغيره انا اكتشفتها، انه السياره كثير سخنه مثل النار، يعني انا اكثر من سنتين ما فيني هيك. حبايبي صغيره حبايبي، لا بس انا جايبت لكم احلى سياره. لا لا بس انا متاكد نور صفاتها، نور صفاتها تحت الشمس عشان ما نقدرش نحط ايدنا. ان بعض الظن اثم. اختك من الحين حطيتها. اختي ليكو جايز، من وقت ما جبت السياره وهي عم تقول لي بس خليني اسوق اخر ست دقائق، قلت لها اذا بدك تسوقيها بتربحيها. وهلا بنين واقفه، خذوا اماكنكم، انا هلا حامسك الكاميرا وحصور الكل وححاول خسرهم واحد واحد انه يشيل ايدهم من السياره. انا كثير صراحه متحمسه، بس يعني ما بعرف اذا حكون شاطره انه خسرهم. ليكو عم بيتدربوا. اوكي هون عنا الكل اخذ مكاناته، بس لاحظت وليد مش حاط ايدك؟ حاط ايدي. وين؟ هون. ليش على المرايه؟ هون بارده. بارده؟ وعنا هون بيسان. شوفي انا عملت خطه استراتيجيه، ايه؟ حط ايدي هون لانه هون ما كثير الحراره قويه، ايه؟ وقعد بنفس الوقت. وليش عليك من الخطه؟ اه والله وانت كمان. متفقين هن عليكم. اقول لك شغله؟ لا تحركت. راند تحرك ولا ما تحرك؟ صراحة ما شفت. متأكدة ولا خايفة من وليد؟ لا 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 والله. نور أقول لك شغلة، شكلك بيقول خايفة من وليد. يعني ما بعرف. نور أنا حاسة إنك كذاب. أنا مستعد لو إنها نار جهنم ما أطلع منها. بدك السيارة بجنن. أسبوع على فكرة، هاي أجدد وأحدث سيارة، يعني لامبورجيني. بوفمانتي. شو هالأسئلة؟ أنا مالي. صح والله؟ المهم أنت بتحسي حالك حتخسري؟ لا طبعاً، ليش أخسر؟ لا بيني هدول المنافسين، ما في منافسة بيني وبينك. ما حد حيخسر، ولا حيخسر هو أنت. أنا أمري خسرانة. والله كفو كفو، حظا موفقا وبتمنى لك التوفيق، بس اللامبورجيني مش الك. جودي جودي خسرت، ولكن عندي لسه ستة ما خاسرين، خلينا نحاول نخسرهم. انت ليه مبتسمة؟ انا متفائلة. متفائلة؟ يما هاي على جودي مو علي يا حبيبي. احمد بتحس حالك حتضل؟ يا نور انت ما بتعرفي شو صار؟ احمد جاب سوبر جلو. لا حط ايده على السيارة. يا ما تشال، حاولي شيلينها. انت قلت حاولي تشيليها. انت اللي قلت. انت اللي قلت. الثاني طلعنا. خسرت. القانون انا ما اشيل يدي. لا بس انت شلت يدي. انت اللي قلت. لا 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 لا. هو حط. طب اشوف في سوبر جلو؟ يا. خليني اشوف. ويت نور ويت. مشيت عليه. طالما ايده انشالت او لغت لمسها بالسياره معناها هو اسمع. طب جايز حخليكم انتم تصوتوا، خلينا نعمل تصويت. يطلع احمد ولا ما يطلع؟ يطلع. يطلع احمد ولا ما يطلع؟ يطلع برا الدار كلها. يطلع احمد ولا ما يطلع؟ احمد اطلع برا واخذ لك فره. يطلع احمد ولا لا؟ يطلع. يطلع احمد ولا لا؟ باي باي. حظا موفقا احمد، بس خسرت اللامبورجيني. نور ده الوليد، ده الوليد. عم بحاول انس وبيسان بالنص. شيل يدك، 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 ش
جايز هدينا المشكله، صارت خناقه بين وليد وانس انه مين خسر، بس انا ما بعرف صراحه، ساعطيهم اثنيناتهم فرصه. وليد وليد دقيقه، وليد صحيح انت عن جد كيف لا وين بنين؟ والله العظيم تعرفت وين بنين؟ والله العظيم رحت هيك بنين بنين نايمه على الارض. شو احساسك بنين؟ مجانين جايز. هلا عنا انس، وليد، رند، بنين وبيسان. لطلع واحد منهم حالعب معه اللعبه، حاخذ هالطابه وحزتها، اللي بيمسكها بيضل واللي ما بيمسكها بيخسر. جاهزين؟ جاهز. جاهز انس؟ بس في هواء، رميها بمنتظم. شو خص الهواء؟ رميها بمنتظم. مش علي. طلب فرصه ثانيه وانا قلبي طيب بعطيك فرصه ثانيه. شفتي؟ يلا زدت العين. No, I'm so confident. Throw it to me from there. والله؟ وليد بتحداني بيقول زدتيها من هالبعد هاد. بما انه انا مش شاطرة حخلي احمد يزدها لهم. وين تبيها؟ بدي اياها هون. هون؟ هون. تبيها تنط وتجيك؟ 1 2 3. اوه اوكي خلصنا. خلصنا دور الشباب، هلا البنات. الحلو انه انتم ثلاثتكم حد بعض. سو مش احنا انجلز، هدول شياطين. نحن مع بعض تيم، يو نو. يعني هلا عادي اذا انت بتطلع وهي بتضل؟ لا مو هيك. عادي اذا هي بتطلع وانت بتضل؟ اخذني. عادي اذا هي بتطلع وانت بتضل؟ حاسه حالي رح اطلع من، يعني هي هذا دوري. لا انا حغير القوانين. بما انه انتم حد بعض حخلي احمد يزت الطابه، واللي بتمسك الطابه بتختار حدا يطلع. شوفي نحن مو جنب بعض، احنا مو على هي الحركه هي تفريق لنا. شو؟ لا مو بيناتنا، فينا نطلع شباب. لا 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 ما فينا نطلع شباب. فيكم تطلعوا اي حدا. ايه وليد خايف على حاله. احنا مسكناها الطابه، ما فيك تطلعونا. لا لا فينا نطلعوا اي حدا. لا 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 حرام حرام حرام. شو؟ انا في لازم اطلع وحده منهم. لا دقيقه، شو قلت؟ شو قلت؟ حرام، انا مسكت الطوبه وهو مسك الطوبه، ما فيها طلعنا من. لا فيها طلع اي حدا. ما فيكي. بس شوفوا قد ايه وليد عرقان. ما حرام. واخذ الموضوع بشوفه. عنا احمد وعنا البنات. 1 2 3. احس واحده منهم بتشيل يدها الحين. 1 2 3. بنين شلت ايديكي. يس. والله مين اللي مسك؟ ما حدا. ما حدا. 3 2 1. التجربة الثانية. شو هذا؟ أنا قاعد أقول لك واحد من أسرع مية سهلة، أسهل شيء بالعالم. معصبين على أحمد. يلا يلا أحمد هلا بيرمي لهنيك. أحمد. نعم أحمد شد الهمة إن شاء الله. يلا أحمد. 1 2 3. لا بما أنه أحمد فاشل برمي الطابات. أيوه ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا راح أرميها لهم. أوكي 1 2. ما في أوزين. ما انت فاشل. 1 2 3. يا الله تعبنا. انا ليش طلعت بهالقصه؟ شفتي ايش صار؟ بيسان اخذتها. جايز مشان حرام وليد كثير ماخذ هاي اللعبه بجديه، انا حاطلع. المفروض انه انت تربحي مشان سيارتكم لنا. بس عادي وليد حيربح وحيعطيها. وليد حتربح؟ حيطلع السعر معك. يس ماي براذر. يس. انجليزي برمضان حرام. مثل ما بتشوفوا عنا ضالل انس وليد بيسان، ولكن اللي ما عم بيطلع صوتها هي رند. رند شو عم بصير معك؟ حسستك انت المظلومه بالجروب. يا اخي انا كثير حاسه حالي، كثير حاسه حالي. اللي هو وليد انس وبيسان، وعنا هون بنين واحمد قاعدين بالسياره. ما بعرف شو عم بيعملوا. بتحسوا مين حيفوز؟ وليد. يمكن انس. انا طلعت مشان وليد. اذا خسر وليد قدام برا. انت رح تخسر؟ حاس من وليد. وليد شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ بقلب حيوان. بالله 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 بالله. اعمله شو هي يعني؟ روح. شو هالحيوانات هدول؟ ما بعرف، بس اخوكي متقن الاصوات. طلع عيد. شو هذا؟ اسد.
اوكي. هلا صار التحدي كثير قوي لانه ما ضل عنا غير وليد وانس وبيسان، بس انا اتفقت مع بنين انه لما تطلع بالسياره تفتح السقف اللي فوق واللي ايده على السقف تنشال ايده، سو هذا الشيء اللي حيصير هلا. احاول القطلكم اياه بالكاميرا. اوه اوه لا لا نطيتي يعني انا اذا نطيت ولا شو يعملي شلت ايدي؟ لا طب اعطيني كف. اوه سمارت والله ذكيه ذكيه والله ذكيه. اعطيني كف ثاني اعطيني كف ثالث. خفت انك تلفي. هي هو مين؟ هي هي فانوكي فانوكي اعطيهم كف. هدول خونه. بتعرفي شو صار؟ بتعرفي انت عم تعطيني ايدك لكف هي رفعت، فانا خفت تشوفيها لهي. انت ما شفتيها كل هذا ما انتبهت وانت عم تقولي لي كف كف كف. وانا بعمل انه يعني ما بيسان حظا موفق وخسرت اللامبورغيني. انا السؤال ليش حافي؟ عشان طاقه زياده. شو خص رجليك بالطاقه؟ من الصن انرجي. ها صن من الشمس كنارك انرجي كوست انسان. والله انتم اذا بتصيروا علماء الكره الارضيه بتحترق بيوم. نور شو رايك عشان ضلينا انا ووليد اخر شيء نلعب حجر وورقه مقص. اوكي والخسران اللي جبت ثلاث نقاط بفوز وباخذ السياره خمس ايام اجار. والله انا معكم. اوكي بس شو رايكم نجيب كل الشله وهن يتفرجوا عليكم انتم عم تلعبوا ورقه؟ يلا اوكي هلا اول جوله 1 2 3 جو. حاجه ورقه دقيقه بخليك سريع خليك والله بسيط والله. عمي غش عمي غش عمي غش متعمي وحياة امي عمي غش هو بطيء عمي الحجره عمي الحجره خلص. طب شوف حجر رقم خاص. طب هدو اللي بده اعمل فيديو هدول الاثنين يتخانقوا يحط لك هالفيديو لانه كثير بحبوا الخناق. يلا والله ما بخش والله ما بخش. 1 2 3 حجر رقم خاص. ايوه 1-0 3 يلا حاجة ورقم قص. يا سلام حاجة ورقم قص. ما خشت لا لا لا. اوكي جايز اول شيء بدنا نبارك لأنس لأنه ربح السيارة. لا صفوا لا صفوا غشاش لا ربحها بشرف لهيك عم تعطيك بتاع السيارة. طبعا حبايبي ثانك يو نور بس انا عشان بديش اعمل فيه حادث بلاش ابيع كليتي فراح اجيب شوفير يسوق فيه. الله عن جد ما بتدفع غير اسبوع لإلك بعد اسبوع بترد هلا بعطيك تفاصيل مكان تأجير السيارة. جايز لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس انا نور ستارز بحبكم خيرات الله. شوفوا انت ولا انت الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.